قصة الغابة المتحجرة. أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة، فأخذت أفكر، ما هذا الاسم العجيب؟ ولماذا نذهب إلى غابة حجرية؟ وهل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار؟ وعندما عدت إلى المنزل وفرغت من واجباتي، ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته. في صباح اليوم التالي اصطحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة الجديدة يسمى محمية الغابة المتحجرة، وتحتوي هذه المحمية على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون. أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان، وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول على مر العصور إلى حجر، كما أن هذه المنطقة تعد أثراً نادراً لا مثيل له في العالم من حيث الاتساع. ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض، كما يكشف الكثير من الأسرار عنها. بعد أن فرغت المعلمة من حديثها، أخذت أتجول بالمكان لأستكشف المزيد من الأخشاب والأحجار. كل هذا وأنا لا أستطيع تخيل أن هذه المنطقة كانت ذات يوم غابة حقيقية زاخرة بالأشجار. وفكرت في أن أجمع بعض الأحجار الملونة وإحدى قطع الخشب المتحجرة لأستكشفها أكثر بمعمل العلوم وأعرضها على أبي، فهو من محبي الآثار والطبيعة. إلا أن المعلمة استوقفتني قائلة: يا هاني، هذه محمية طبيعية. فلم أفهم ما تعنيه، وسألتها: ماذا تقصدين يا معلمتي؟ ابتسمت المعلمة وقالت: لقد تم الإعلان عن أن هذه الغابة محمية طبيعية، وهذا معناه أنه يجب علينا أن نحافظ على كل ما بها من الضياع، حتى لو كان الغرض من ذلك هو إجراء التجارب والاستكشافات. قال هاني: أعتذر يا معلمتي، فمعك كل الحق، علينا الحفاظ عليها، فهي كنز تاريخي عظيم. الكلمة ومعناها: العجيب، الغريب. العجيب، الغريب. أحجار، صخور صغيرة. أحجار، صخور صغيرة. فرغت، أنهيت. فرغت، أنهيت. حي، مكان سكني. حي، مكان سكني. تحتوي، تضم أو تشمل. تحتوي، تضم أو تشمل. تحول، تغير. تحول، تغير. تعد، تعتبر. تعد، تعتبر. نادرا، قليلا. نادرا، قليلا. مثيل، شبيه. مثيل، شبيه. تسجيل، كتابة. تسجيل، كتابة. أتجول، أتنقل أو أسير. أتجول، أتنقل أو أسير. أستكشف، أتوصل لشيء. أستكشف، أتوصل لشيء. زاخرة، مليئة. زاخرة، مليئة. الغرض، الهدف. الغرض، الهدف. إجراء، عمل أو تنفيذ.
إجراء، عمل أو تنفيذ. الكلمة ومضادها: يخفي، يكشف. يخفي، يكشف. التالي، السابق. التالي، السابق. تحول، ثبت أو بقي. تحول، ثبت أو بقي. الاتساع، الضيق. الاتساع، الضيق. الطبيعية، الصناعية. الطبيعية، الصناعية. القديمة، الحديثة. القديمة، الحديثة. الكلمة وجمعها: حي، أحياء. حي، أحياء. دراسة، دراسات. دراسة، دراسات. العالم، العوالم. العالم، العوالم. حديث، أحاديث. حديث، أحاديث. منطقة، مناطق. منطقة، مناطق. الحق، الحقوق. الحق، الحقوق. الكلمة ومفردها: أحجار، حجر. أحجار، حجر. ملايين، مليون. ملايين، مليون. السنين، السنة. السنين، السنة. العصور، العصر. العصور، العصر. قطع، قطعة. قطع، قطعة. التجارب، التجربة. التجارب، التجربة.